السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم النهارده في درس جديد على قناه يوسف فوتوشوب توتوريالز. في درس النهارده ان شاء الله انا بصور من فوق باب زويله، لو شايف اهو، والناحيه الثانيه كمان هنا في القلعه ورايا اهي. في درس النهارده ان شاء الله احنا هنعمل حاجه جميله من كتر جمال المكان، انا مش هقول ايه هي، كل اللي عليك تعمله هو بالظبط. تابع معايا الدرس، بص القلعه. في درس النهارده ان شاء الله هنشوف زي ما هو باين قدامكم دلوقتي على الشاشه، وزي ما قلت لكم في اول الدرس ازاي نعمل بوستر للدوري المصري. طبعا الفيديو ده بيتصور قبل الماتش، قبل ماتش مصر وبوركينا فاسو، وهو لسه بادئ دلوقتي من 9 دقايق. فدلوقتي هو الدرس ده هينزل بكره يعني المفروض ان شاء الله، بس اتمنى فعلا ان يكون ساعه ما الدرس ده ينزل تكون مصر كسبت ان شاء الله. في درس النهارده ان شاء الله هنستخدم الصوره دي، اهي الصوره دي جايبها من موقع في الجول. لينك الصوره تحت في الديسكريبشن عشان اللي عايز يستخدمها من موقع في الجول نفسه. تمام، هنفتح اول حاجه نعملها. وقبل ما افتح، قبل اي حاجه خالص، احب اقول شكرا بجد لكل واحد بعت لي الكفر بتاعه على الجيميل. بجد كانت هديه جميله قوي بصراحه لاول السنه، كانت حاجه تفرح بجد. فشكرا فعلا ان انتوا فرحتوني في اول السنه كده، وشكرا بجد للناس دي كلها اللي شاركت باعمالها للسنه الجديده. البوستر ده يفضل محطوط ان شاء الله، وشكرا. تمام، نفتح دلوقتي نيو، دي الصوره هي اللي قلت لكم هنستخدمها، وهنفتح نيو بمقاس مقاس البوستر زي مقاس بوستر الفيلم، وهيبقى مثلا 600 في العرض في 900 طول، ودوس اوكي. هتلاقي ان عندك الشكل ده اللي هو شكل طويل مش زي الخلفيات اللي احنا دايما بنعملها. وصحيح لو لسه ما اشتركتش في القناه، استنى لحد اخر الدرس عشان تشوف النتيجه وتشوف تستاهل ولا لا، وكمان تعمل اشتراك للقناه ولايك. تمام، ازاي هنستخدم الصوره كده؟ يبقى لازم نقص الصوره. نقص الصوره ازاي؟ اول حاجه هنعملها ان احنا هنجيب اداه البين تول اهي، وتقص اللعيبه. بس انا اكتشفت طريقه اسهل من كده بكتير للشغل، اختصارا للوقت واختصارا للمجهود، لمجهودك مش مجهودي، انا ممكن اسرع الفيديو عادي، بس اختصارا لمجهوداتنا كلنا، نقدر نحط الصورة نفسها كده ونصغرها شوية. احنا عايزين يبقى كأن المنتخب هو اللي تحت هنا، وهنعمل من هنا هندوس على رسمة الماسك. واول حاجه طبعا نعملها ان احنا هنحول الخلفيه للابيض واسود. بتحولها ازاي؟ بتدوس كنترول او الت دي، الت ديليت اسف، عشان تملى الصوره باللون الابيض، او لو تعكس اللون الموجود حتى لو كان احمر مثلا، يعني لو احمر مثلا وعايز تعكسه تدوس كنترول اي. فهي كانت بيضه فانا عكستها خليتها اسود يعني. تمام، هتعمل ايه دلوقتي؟ وصحيح شكرا كمان للناس اللي كتبت كومنتات وتفاعلت مع درس صوره هيثم ده، بجد كان تفاعل جميل ما شاء الله. تمام، بعد ما عملت الماسك من هنا هتجيب اداه الجريدينت او التدريج، وتختارها تبقى دي الشكل ده، وتختار اللون الاسود، وتسحب سحبه من تحت كده، بس مش ما تبقاش حاده يعني قوي كده، انت بس تسحب بالراحه، ممكن تيجي من تحت كده وتسحب وانت دايس شيفت عشان تبقى مستقيم. تمام، هنعمل ايه دلوقتي؟ اللي هنعمله دلوقتي هو ان احنا هنقص الصوره كانها ايه، هتقص الصوره من هنا يعني، كانها هنقص الحته اللي هنمسحها هي الحته دي، لكنها هنشيل حته يافطه الاعلان يعني. فهنعمل دلوقتي ايه؟ هنمشي بالبين تول على الاول اتاكد ان انت عاملها باس مش شيب، وهتدوس هنا وتمشي مع الارض الخضراء او الارض النجيله يعني الاستاد. طبعا الدرس ده طلب مني كتير قوي، درس ان احنا نعمل بوستر للمنتخب، فدي هتبقى حاجه جميله يعني بجد ان احنا اساند المنتخب بدرس زي ده. اتمنى المنتخب نفسه يشوفه، تبقى حاجه حلوه بصراحه، ويا ريت كله يعمل شير للدرس عشان يوصل فعلا للمنتخب، وتبقى هديه ليهم باذن الله لما يكسبوا ان شاء الله الماتش. وطبعا انت سامع الدرس في المستقبل، فيا ريت تقول لي هم كسبوا ولا لا. تمام، انا هختصر حته القص عشان ما تاخدش وقت، بس انت شفت قبل كده ازاي تقص بالبين تول وازاي تستخدم البين تول اصلا. ف
هختصر الحتة دي عشان بس وقت الدرس. تمام، اخر حاجة خلاص احنا كده حددنا حوالين جسم اللعيبة كلها، ونقفل مع النجيلة عشان تبقى خلاص خدناها كلها يعني كأنها الحتة دي. هنقفل التحديدة ازاي؟ هنقفل التحديدة بان احنا نقفل كده، نقفل يعني نمشي بالبين تول. وعلى فكرة الدرس ده انا بصوره يعني لأول مرة، مش يعني يعني انا ما عملتش البوستر ده قبل كده، انا اول مرة هعمل البوستر دلوقتي وانا بسجل معاكم، فلو لاحظت شوية ارتباك فده عادي يعني، لان انا بشتغل حاجة انا لسه ما عملتهاش. هتلاقي نفسك حددت كده، هتيجي هنا يعني هتلاقي نفسك حددت. احيانا الجهاز بيحدد اللي بره واللي جوه، فانت هوريك دلوقتي انت ايه المفروض يتحدد. تيجي عند الماسك وتدوس الت ديليت وانت باللون الاسود، هتلاقي ان اللي اتمسح عندك الالوان اللي هي يعني هتلاقي اتمسحت عندك الحته اللي انت فعلا مش عايزها. بس لو انت عندك الجهاز بيعمل كده، ان انت لو جيت لون لقيته عامل كده، دوس كنترول شيفت اي عشان تحدد الحته المراد تحديدها يعني، عشان تاخد الحته دي. تمام. تمام، دلوقتي هتعمل ايه؟ دلوقتي هتختار من قائمه الادجستمنت جريدينت ماب، بس اتاكد الاول ان انت عامل ابيض واسود الالوان. اوكي تمام، دلوقتي هتعمل ايه؟ دلوقتي هتيجي تحت اللاير، فوق اللاير ده اسف، وتختار كيرف وتعمل اللقطه البهتانه، ان انت ترفع النقطه اللي في الاخر خالص دي وتنزل نقطه من هنا وترفع نقطه تانية من هنا. دي بتدي حته كأنها حته دراما كده شويه يعني، اللي هو بتبقى اسمها دراماتيك، بيبقى شكلها درامي يعني شويه. تمام، هتعمل واحدة تانية كيرف تانية اهو، تقدر تجيبها من هنا لو ما عندكش القايمة دي، لو مش عندك تقدر تجيبها من ويندو وتجيبها من هنا. هي فين؟ هي الادجستمنت اللي هي دي. تمام، هتعمل دلوقتي ايه؟ هتعمل دلوقتي ان انت هتغمق كده. طب بس ليه كده؟ هقول لك دلوقتي. هنا هتلاقي ماسك ابيض من ده، دوس كنترول اي عشان تعكس الماسك. اما بتعكس الماسك من الابيض للاسود بيبقى كانه اختفى، الحتت البيضه هي اللي ظاهره والحتت السوداء هي المختفيه. فاحنا دلوقتي هنجيب فرشه، فرشه لونها ابيض، وطبعا لو حد اي حد سامع دوشه فاعذرونا في فرح جنبنا يعني. هتجيب دلوقتي الفرشه البيضه دي وتتاكد ان هي الهاردنس بتاعتها صفر او ان هي فرشه ناعمه يعني. وهتعمل ايه دلوقتي؟ بس احنا محتاجين بس نخليها جوه المنتخب يعني، جوه اللير بتاع المنتخب بس، ان انت تدوس على العلامه دي فهي مش هتشتغل غير جوه بس، مش هتعمل اي حاجه بره، وتبتدي تعمل كده. ده مفيد في ايه؟ ده مفيد في ان هو بيخفلنا الحواف بتاعه الارض، عشان انت مش هتعرف تمسح الارض لوحدها عشان انت خلاص قصيت اللعيبه من لحد الحته بتاعه الارض بس. لكن بالطريقه دي انت تقدر تغمق كده وهتبقى خلاص كانك خبيت الحته بتاعه الارض. لو انت عجبك التأثير الاسود ده على اللعيبة بكل بساطة تقدر بس مثلا شديد عليهم شوية، او لو عجبك خلاص تقدر تسيبه كده، بس لو حاسس ان هو الشديد قوي الفلتر ده تقدر تقلل الاوباسيتي بتاعت الفرشة وتضغط عليهم ضغطتين في حتت متفرقة طبعا، مش ما تمشيش بخط واحد يعني. وهنا الحتة دي عايزين نخفي فيها الارض شوية. تمام قوي، مش قوي يعني، بس اهو نجيب فرشة سودا عشان نلمع الحتة دي كده اهو. تمام، دلوقتي بعد ما عملنا الكلام ده كله، اوكي هو ده كل اللي احنا عايزينه. عايزين دلوقتي نعمل حاجة فيها شوية حماس، فأول حاجة هنعملها، بس ثواني نعدل هنا في الحتة دي، فرشة سودة فرشة بيضة آسف. تمام، أول حاجة عايزين نعملها هي إن احنا نضيف لاير جديد ونختار اللون. احنا هنخلي اللون الأغلب في التصميم أحمر ولا أزرق؟ احمر عشان حماس اكتر ولون حامي، ده غير ان هو لبس المنتخب فهنختاره الاحمر. اوكي، وبفرشة بس اتأكد ان انت فوق اللير بتاع الجريدينت ماب ده عشان اللون ما يضايقكش. اهو هتلاقي الاحمر كده. خلي المود بتاع الصورة المود بتاع اللير من هنا، خليه سكرين واختار احمر غامق كده عشان لما تضيفه ما يبقاش لاسع اوي يعني. وهتدوس هتكبر الفرشه اللي انت كانك تاخدهم كلهم كده وتدوس دوسه كده. ده مع فايل الصور اللي فيه الصور بتاعت المنتخب، هتلاقي الكاس ده 3D معمول فتقدر تستخدمه ببساطه من غير اي مشاكل. فدلوقتي احنا هنفتح بس هنا، هنخليه هنا في لير لوحده، هتحطه هنا بس في لير لوحده،
وهنعمل دلوقتي كأنها الطاقة أو بقعة النور اللي خارجة من قلب الفرقة طالع منها المنتخب طالع منها قصدي الكاس. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنرسم دلوقتي بالأداة دي، سهلة خالص. هترسم من أول هنا كده كأنه تحط نقطة هنا، بلاش مضيقة أوي كده، تطلع من هنا كده مثلا، وتفضل عشان تعمل خط مستقيم تدوس شيفت وتيجي هنا كده مثلا وتقفل وتخليه يعني شبه متساوي شوية يعني، وتدوس انتر عشان تقفل التحديدة وتخليه في المنتصف كده بالظبط، وتملاه باللون الأحمر. تمام، بعد ما مليته باللون الأحمر أنا عايزه يطلع من قلب الفرقة، من جوه الفرقة نفسها. فأنا عندي هنا التحديد جايب، لأن الحمد لله الناس طوال في المنتخب هم اللي واقفين قصاد الصورة يعني، فأنت ببساطة تقدر تحدد كده. لو عايز تحدد الفرقة تدوس على كنترول وافضل دايس كده، ودوس على الماسك عشان يحددهولك. فهتيجي هنا وتدوس الت، تفضل دايس الت وتدوس ماسك، هتلاقي الحتة اللي اتمسحت لك هي دي. تمام، هنعمل دلوقتي هنعمل للصورة ديت يعني نعمل لها كونفرت فور سمارت فلتر. لو ما عندكش الحكاية دي مش مهمة، هي حكاية بسيطة يعني، بس عشان لو في حاجة ما عجبتنيش في التصميم، قصدي في الفلاتر اللي هضيفها لها، اقدر اعدل عليها من غير ما افضل ادوس باك باك باك. انا دلوقتي هي عكننت عليا فمش هحطها اصلا، هخش من فلتر، هخش بلور، جوزجن بلور. اما تيجي تعمل بلور هتلاقي ان انت البلور حتى بتاع الماسك كمان بيتأثر، فانا مش عايزه يتأثر. فهتعمل ايه؟ هتشيل الدبوس اللي ماسك، او يعني البين ديت اللي ماسكه بين المشبك يعني، فكده دلوقتي الاتنين مش متصلين ببعض. فلو دخلت عملت فلتر بلور جوزجن بلور هتلاقي ان كله اتأثر الا القصة، فدي حاجة كويسة. هخليها بقيمة 25، وفي الماسك هنا هعمل جريديانت اسود عشان تبقاش من فوق حادة كده، جريديانت لونه اسود، ونسحب كده نطولها بس شوية، ونيجي نعمل جريديانت اسود في الماسك. تمام تمام. لو عايز يعني تعملها عريضة شوية، اوكي، تعرضها من فوق سنة كده، اوكي، مفيش مشاكل. عايزين نخليها دلوقتي نحط فيها الكاس وكمان صورة جماهير. فصور الجماهير ببساطة تقدر تجيبها من صور المصورين بتوع الماتشات، او ان انت تجيبها من جوجل، بس انت برضو هتلاقيها تحت في الديسكريبشن. تمام، هي دي الصورة اللي احنا هنستخدمها. هنكليك بس كده عشان نحطها ورا خالص، ورا اللعيبة، ورا كل حاجة، وهتعمل هتكبرها كده عشان تبقى الجماهير حجمها ملائم يعني للصورة، صغرها سنة. تمام، انا دلوقتي الصورة دي عايز اغمقها. هتغمقها ازاي؟ ممكن نفك دوت كده وتبقى جاية على الاتنين، بس مش هتبقى منطقية قوي. فهنعمل لها هي كمان كيرف لوحدها ونغمقها عشان تبقى تقريبا زيها بالظبط. هنيجي دلوقتي هنا عند ديت، هنصغر، هناخد منها كوبي عشان يبقى الاحتياط، ونخفيه عشان يبقى الاحتياط لو باظ يعني. هنجيب دلوقتي اداة الفرشة، وهنجيب باللون الاسود، ونمسح الحواف كده. تمام، اهو من هنا كده ومن تحت كده. لا دي مفيش مشكلة، ده كده الصورة اللي تحت تقدر تمطها لتحت سنة، مش هيضر في حاجة. تمام، تتأكد ان مفيش اي زيادات في الصورة خالص من الصورة بتاعت المنتخب، ويبقى كده كله تمام. دلوقتي هتلاقي ان ديت ال اتحرك شوية، الماسك بتاع دي اتحرك شوية عشان احنا حركنا الصورة عشان تبقى ملائمة ليهم بالظبط. تمام، دلوقتي خلاص الشكل دوت وهو معمول كده نقدر بس شوية تعديلات أخيرة يعني. هنضيف دلوقتي صورة الكاس، بس عايزين نخلي الكاس جوه الشكل ده، جوه الضي الأحمر ده. فهندوس ألت، وهو فوقيها لازم يبقى فوقيها بالظبط، ندوس الت بين الليارين ونخليها كده. نحطه في النص كده، ونعمل لها نكليك عليها كليكتين، ونعمل لها انر جلو، ونخلي الانر جلو ده لونه نفس اللون بالظبط اللي هو اللون الاحمر ده، تقدر تجيبه من هنا اهو، وتزوده كده شوية، وتزود الاوباسيتي بتاعته سنة بسيطة، وتدوس اوكي.
و ممكن تغير الاوفر يعني تغير المود بتاعه، بنشوف ايه اللي لايق عليه اكتر. النورمال هو كويس مفيش مشكلة. تمام، دلوقتي عايزين نعمل حاجة زيادة، وهي ان احنا ندي بقى شوية الوان كده للمنتخب، لصورة المنتخب، يعني ان احنا نعمل لهم ضي. فان احنا هنجيب الفرشة الحمراء فوق الكيرف ده، بس هتلاقيها تقابلنا مشكلة وهي دي اللاير ده، فاحنا مش مهم نخليه فوق دلوقتي. وهنبتدي نعمل ضي لونه احمر زيادة عن اللازم شوية كده، وبفرشة صغيرة شوية امشي حوالين المنتخب كده. تمشي في الفراغات دي، ان هي دي الحتة اللي مرمي عليها اضاءة، يعني هي دي اللي جاية منهم عليها اضاءة اهو. سيبك من الخارج بره، الخارج بره ده دلوقتي هيخش يعني هيستخبى كله هيختفي يعني، بس المهم ان انت تركز على الحتت اللي هي من المنطقي ان هي يبقى جاي عليها اضاءة على اللعيب. دلوقتي هتاخد حاجة جديدة بقى، هتاخد الماسك ده كوبي ازاي، هتدوس الت وتسحب الماسك ده زي ما هو كده وتحطه على دي، هتلاقي ان هي اتعملت كده. الحركة دي اولا بتتعمل في صفحات الكرة الكبيرة، يعني اللي هي ان كأن الضي يبقى متحرك يمين سنة كده، احنا ممكن نسيبها مفيش مشكلة، بس نغير المود بتاعها نخليها لينر دوج اد اللي هي دي، او اللي هي اللينر كلر او الكلر دوج اللي فوقيها، لو ما عندكش دي اختار دي يعني، وتقلل الاوباسيتي بتاعتها شوية و كده. اوكي قلل الاوباسيتي سنة كده، اوكي اوي. ممكن تخلي الكاس ابيض واسود عشان يتأثر بالالوان اللي حواليه، بس مش شايفها منطقية اوي. وكمان حاجة تانية، عايزين نخلي الضي الاحمر اللي خارج من وسطيهم ده، عايزين نخلي له لون، يعني نخلي له مود مختلف. ممكن نخليه سكرين، ونخلي ديت بدل ما هي اوفرلاي نخليها نورمال. اوكي مفيش مشكلة، بس عايزين نعمل لها يعني نعمل الكاس بلور شوية او موشن بلور كمان، عشان يبقى كأنه بيتحرك يعني كده من كتر الحماس، فهنخليه موشن بلور كده، بس نخلي القيمة بتاعته 90% وندوس اوكي. لو عايز تكبره شوية مفيش مشكلة، وكده كده اخره جوه الضي الاحمر ده. ولو عايز تدي كمان بلور اكتر للضي الاحمر مفيش مشكلة، انا هديله تاتش بلور زيادة كده وندوس اوكي. ولو عايز تزود قيمة الانر جلو ديت وتخلي اللون احمر بزيادة وتدوس اوكي. اوكي تمام. دلوقتي عايزين نضيف شوية اضاءات زيادة عن اللازم كده، فهتلاقي الصورة دي برضو تحت في الديسكريبشن، نسحبها كده على صورة المنتخب وتخليها كبيرة زي ما هي، انا عايزها تفضل كبيرة كده، وتحطها فوق كل حاجة الا الكيرف الاخير اللي في الاول ده، وتخلي المود بتاع قصدي وتغيرها، يعني بقيت بحس ان انا بقول نفس الكلام. تخش في فلتر وتختار بلور جوزيوم بلور، عايزين نديها بلور زياده عن اللازم بس مش قوي يعني، عشان نبين مش عايزين نبين تفاصيل الصوره ايه هي، احنا بس عايزين الالوان اللي فيها، فنخليها حوالي 15%. وهتخلي المود بتاع الصوره ديت اوفر لي. تمام، هتلاحظ انه زياده قوي، ممكن تخليها سوفت لايت، وهي بصراحة يعني لايقة أكتر، بس أنا مش عاجبني لأن الصورة نفسها رمادي، قصدي الصورة برتقاني، فاحنا عايزين نخليها أحمر زي بقية الصورة. فتقدر تدوس كنترول يو، أو إن أنت بتخش من ايمج ادجستمنت وتختار هيو ساتوريشن اللي هي دي، وتخلي وتدوس على كلمة كلرايز وتزود القيمة كده، وتبقى متأكد إن أنت مختار اللون هنا. تشوف طول ما أنت بتحرك هتلاقي اللون بيتغير معاك، انا كان نفسي اعمله ازرق بصراحة، بس اوكي مفيش مشكلة احمر. ومن هنا تقدر تتحكم في الصورة فاتحة ولا غامقة، انا شايف ان كده هيبقى شكلها اهبل قوي، فان احنا نخليها كده سن. تمام، الصورة كبيرة عندنا براحتك، تقدر تحركها وتختار المناطق المنورة واللي مش منورة اللي انت عايزها زي ما انت عايز. نعمل بقى دلوقتي ستايل كتابة حلو يبقى شكله حلو، وهو ان احنا هنكتب اي خط عندك. انا هستخدم خط، اكتب بس الكلمة الاول، انا معرفش استخدم خط ايه، اكتب منتخب بلدنا مثلا عشان كلمة منتخب مصر عادية قوي. تكتب بس منتخب الاول، ونستخدم الخط ده، الخط اسمه خط العربية،
لو عايزه هتلاقيه تحت في... لا مش عارف هل اعرف احطه في الديسكريبشن ولا لا، بس انت لو محتاج الخط تقدر بكل بساطة تكتب على اليوتيوب، قصدي تكتب على جوجل من خط قناة العربية او خط العربية، تاخد من ده كوبي كده عن طريق ان انت تفضل دايس الت وتسحب وتكتب بلدنا، تأكد ان انت عامله عربي وتكتب بلدنا وتخليها كأنها هنا كده، وتختار الاثنين وتحطهم في جروب واحد عن طريق انت تدوس كنترول جي وتاخد منها كوبي وتدوس كليك على اللاير اللي تحت وتخلي اللون بتاعها احمر وتعمل له روتيت كده سنة عشان يبان من تحت، بلاش الاحمر الدموي ده، ممكن نخليها بس احمر بسيط شوية اللي هو كده يعني، او انت تختار اللي اليوتيوب بقى قصدي الفوتوشوب بيقولك عليه. تمام دلوقتي اهو انا بس عدلت كبرت كلمة بلدنا وحطيتها فوق شوية فوق كلمة منتخب وعملتها بنفس الطريقة، هي تقدر تحط الاتنين في جروب واحد عشان ما يزولكش يعني، ما تبقاش كأنها معصباك ان انت لازم تمسك الاتنين وتوسطنها برضو زي ما عملنا. لو تقدر تعمل كمان وراها ورا الكلمة ممكن برش بيضة، برش بيضة هتخبيها بس اللي هي ايه، ممكن تعمل بالبرش دي او ممكن تعمل برش زي دي يعني، برش اللي كأنها الشخبطة اللي هي كده، دي بتبقى ديفولت موجودة في كل الفوتوشوبات اصلا ما تقلقش. ممكن تغير اللون بتاع الكتابة نفسه الابيض، ممكن تخليه لون تاني بس هو حلو ان الخلفية تبقى بيضة عشان تبان يعني، بس هو انا شايف ان الاسود هيبقى احلى في الكتابة. تمام كده كله تمام، ايه تاني ممكن يبقى اللي ناقص؟ انا عن نفسي مش شايف ان كده في حاجة ممكن تكون ناقصة، انت بقى المصمم اللي هتعمل التصميم ده بعد كده كل اللي عليك تعمله هو ان انت تضيف لمستك فيه، مش لازم تمشي مع الدرس بالملي، اللي عليك تعمله هو ان انت مثلا تشترك في القناة، دي حاجة برضه هتخليك مصمم حلو ان شاء الله، وكمان تدوس لايك للفيديو. كان معاكم يوسف محمد من قناة يوسف فوتوشوب توتوريالز، يعني بجد اتبسطت ان انا كنت معاكم في درس زي ده النهاردة وفي درس جميل للمنتخب زي اللي قدامكم ده. دي خطوة كده في السريع اللي بيسأل برضو بتتعمل ازاي الحاجات دي. كان معاكم يوسف محمد من قناة يوسف فوتوشوب توتوريالز، دي كانت الصورة الأصلية وده الإنجاز اللي احنا عملناه في الدرس، بجد يعني اتبسطت ان انا كنت معاكم النهاردة. كل اللي عليك تعمله زي ما قلت ان انت تشترك في القناة، وياريت كمان تخش على الانستجرام وبيهانس من هنا عشان تشوف شغلي والصور بتاعتي لو طبعا دي حاجة تهمك يعني، واشوفكم على خير ان شاء الله، سلام عليكم.